الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، سنتكلم عن مسألة طرحت وتطرح وينظر فيها ويدقق النظر، وهي مسألة الشر. ينسب الشر لله جل في علاه أم لا؟ هذه مسألة عويصة، وتكلم فيها من لا علم له فيها، وتكلم فيها من أتقن فيها فأجاد. فهذه المسألة لابد فيها من نظرتين، أو من نظر أولي بتأصيل علمي معين. من هذا التأصيل أولا نقول: الشر مثل الزنا، مثل السرقة، مثل الكذب، مثل الخداع، مثل الغش، كل هذه شرور. هل خلق الله هذه الشرور؟ والسؤال الثاني المطروح: هل الله يحب هذه الشرور؟ طالما خلقها يبقى إذن يحبها. فسؤالان مطروحان لابد من الإجابة عنه. الإجابة عن هذه الأسئلة تأتي بعد التأصيل الذي سيريح طالب العلم. التأصيل الأول: إن الله جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله جل في علاه له الكمال المطلق، كمال في أسمائه الحسنى، كمال في صفاته العلى، كمال في أفعاله، وهذه مهمة جدا ضع تحتها أكثر من خط. فالكمال المطلق لله كمال في الأسماء، كمال في الصفات، كمال في الأفعال. فإن كانت الأسماء كلها حسنى، وإن كانت الصفات كلها كمال مطلق، وإن كانت الأفعال مطلقة، أو نقول الكمال المطلق لأفعال الله جل في علاه، فلا يمكن أن ينتج عن فعل الله إلا إيش؟ الكمال. إلا الكمال، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق. هذا التأصيل الذي تعتقد أولا، أن تقول الكمال المطلق لله جل في علاه. الأمر الثاني: أن الله جل في علاه لم يخلق خلقا ولم يفعل فعلا إلا وهو نابع عن حكمة وعلم. فالله جل في علاه هو أعلم العالمين سبحانه جل في علاه، والله جل في علاه أحكم الحاكمين جل في علاه. فما خلق شيئا إلا لحكمة، وما فعل شيئا إلا لحكمة. وهذا سيأتيك، ننبئك بما فائدة هذه المسألة، أنك تعلم أن الله ما قدر قدرا سواء كان يسر أو كان يسيء إلا لحكمة بالغة من الله جل في علاه. هذا التأصيل الأول بما يخص الله جل في علاه. التأصيل الثاني: الشرور. إذا قلنا زنا، سرقة، غش، الشرور هل هي شرور محضة؟ يعني الشر، هل الشر محض أو الشر نسبي إضافي؟ هذا تأصيل ثاني لابد لطالب العلم أن يتقنه. الشرور قسمان: شر محض مطلق، أي لا خير فيه بوجه من الوجوه، شر مطبق من كل الوجوه هو شر. هذا الشر المحض لا وجود له، لا وجود له بحال من الأحوال، ما خلق الله شرا محضا. القسم الثاني: شر نسبي إضافي. الشر النسبي الإضافي يكون من وجه شر ومن وجه آخر خير، من وجه شر ومن وجوه أخر خير. وبالمثال يتضح المقال: قطع يد السارق شر، شر لمن؟ كيف ذلك؟ فقد عضوا من أعضائه التي ممكن أن تعينه وتساعده على الحياة، فهذا شر بالنسبة للسارق. هذا وجه، وهو ليس بشر محض، بل هو خير من وجوه أخر. منها أولا قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. يبقى إذن كل سارق سيحدث له الزجر الشديد ويكون رادعا له فلا يسرق. فتؤمن الناس على بيوتاتهم، تؤمن الناس على أموالهم، تؤمن الناس على أعراضهم، كل هذه خيرات من قطع يد هذا السارق. بل أقول فوق ذلك: هذا الشر الذي هو لاحق بالسارق فيه خير له. نعم، هذا الخير الذي لا يعلمه كثير من طلبة العلم
هو أن قطع اليد كفارة لما فعل، فلا يسأل عنها يوم القيامة عند الله جل في علاه. والدليل على ذلك أقول الآن، قطع يد السارق فيه خير كبير له، مع أن الشر الظاهر له هو فقد عضو، لكن هو الخير كل الخير له. لما؟ لأنه كفارة لما فعل، فلا يسأل أمام ربي عندما يكون بينه وبين الله، ليس بينه وبين الله ترجمان، ويلخي عليه كنفة فهو يسأله، عبدي فعلت كذا يوم كذا، عبدي فعلت كذا يوم كذا، لا يسأله عن هذه السرقة. لما؟ في أحد عنده دليل يعني؟ خلينا في اليمين الأول. ماضي قال تاب التوبة لو وزعت أهل المدينة لإيش؟ وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يستدل أخونا الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة قالت إني حبلى من الزنا طهرني، فلما رجمها سبها خالد، لما رجموها وتناثر الدم على وجه خالد قال خالد لعنة الله عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وين وجه الدلالة من هذا الحديث على أن قطع يد السارق كفارة له؟ هي رجعت نعم، لكن أقول فين وجه الدلالة من الحديث؟ نعم أحسنت، هذه دلالة أنها تابت، هي قالت طهرني، طيب إيش فيها ثاني؟ اصبر اصبر، وين وجه الدلالة من طهرني؟ بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها على قولها طهرني، إذن ينتج من ذلك أن إقامة الحد يعتبر طهارة لها، وطهارة من إيش؟ وإذا طهرت من الذنب تسأل عنه يوم القيامة أكيد، لا لا تسأل بحال من الأحوال، طالما طهرت يبقى لا تسأل. يبقى هذا وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني أحسنت، قال له لا مش انتهار النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لإيش؟ ده وجه الشاهد، فين وجه الدلالة؟ أحسنت، التوبة تجب ما قبلها، وإحنا قلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا حديث يعتبر إيه، من تاب تاب الله عليه وإن كان فيه ضعف، يدل على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو وزعت على المدينة، يعني معنى ذلك أنها تابت فقبلت التوبة فلا تسأل عنها. فإذا هذا خير كبير جدا للسارق أو للزاني أو للقاتل، القصاص كله فيه خير في نفس الشر الذي يراه المرء. أيضا إبليس، إذا نظرت إلى إبليس ليس شرا محضا، إبليس هو صاحب الغواية، صاحب الوسوسة، إبليس هو الذي ألزم نفسه وأقسم بربنا جل في علاه أنه لا يزينن لأهل الأرض حتى يدخل بهم إلى نار جهنم، فهذا شر ليس بعده شر، ومع ذلك خلقه الله جل في علاه. ولا تقول رضيه ولا تقول أراده، تقول شاءه الله جل في علاه، يعني قدره كونا. فهذا إبليس ليس شرا محضا، يعني مع أن الله خلقه ليس شرا محضا، بل هو شر نسبي إضافي. انظر إلى إبليس، ما الخير الذي يأتي من ورائه؟ إذا قلنا أنه ليس بشر محض، وقولي ليس شرا محضا يعني هو شر من وجه، ومن وجوه أخرى في خيرات. وين الخيرات التي تأتي من الشيطان؟ هذا إبليس اللعين الملعون، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء، في آية أخرى قال جزاء موفورا لأملأن جهنم منكم أجمعين. وين الخير اللي ممكن يأتي من وراء إبليس؟ والشر كله في إبليس، غواية، وسوسة، قتل، تفريق بين الزوجين، سحر، كل ذلك شرور من الشيطان. فما الخير الذي فيه؟ بل خيرات، وليس خير واحد. وهذه مغفرة الذنوب، ولا قل التمييز بالشيطان يحدث التمايز، وهذه حكمة بليغة من الله جل في علاه، لأن الله من حكمته أنه يضع الشيء في موضعه. وقلنا التأصيل الشرعي العميق، إن الشرع يأتي يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين. أصل هذه التقعيدات قول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لو لم نرى الشيطان موجود يوسوس لهذا ويوسوس للآخر، ويجعل هذا يزل وهذا يزني وهذا يسرق، كل سيدعي إيش؟ وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك، كل سيدعي أنه من أهل الخير. لكن التمييز يأتي بإيش؟ بالوسوسة التي تمحص بين المؤمن وبين الكافر، وبين المسلم وبين الفاسق، بين البر وبين الفاجر. فهذا خير أيضا في هذه الشرور. يبقى إذن الأصل الثاني، لم يخلق الله جل في علاه شرا محضا، لكن هل فيها شرور؟ نعم فيها شرور. يبقى إذن أنت ممكن أن يرد طالب علم عليك بأنك أصلت أصلا، أولا قد رجع عليك بالنقد لأنك قلت كل أفعال الله إيش؟ كمال، كمال يعني ما في فيها شر، وهذا الشر قد أقررت به. فماذا نرد على هذا الإيراد؟ قلنا أفعال الله كلها أفعال إيش؟ كمالات، وكلها خير، ومع ذلك في الأصل الثاني قررنا أن هناك شر لكن ليس شرا محضا.
فالجواب على ذلك أن نقول إن الشر في مفعولات الله وليس في أفعال الله، بمعنى الشر في الأثر وليس في الأصل. الله خلق وخلق إبليس، خلق الله لإبليس كمال محض، خلق الله من حيث إنه خلق كمال محض. أما إبليس نفسه ففيه شر وكله شر، الغواية والوسوسة وما يفعله. فإذا فعل الله كمال، والشر في المفعول وليس في الفعل. وهذا الذي يفسر لك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما قضيت، يعني المقضي، شر المقضي. فهذه الشر في المفعولات وليست في الأفعال، فأفعال الله كلها كمالات والمفعولات هي التي فيها الشر. يبقى إذا انتهينا وخلصنا من هذه التأصيلات بأن الكمال كله لله جل في علاه، وأن أفعال الأسماء الله كلها كمالات، صفات الله كلها كمالات، أفعال الله كلها كمالات، وأن الشر ليس شرا محضا، وأن الشر في المفعولات ليس في الأفعال. طب إذا أقررنا بالشر بالزنا بالسرقة بالقتل بالغدر بالغش، هل ننسبه لله؟ وإذا سألك سائل هل خلق الله الزنا، كيف ستجيب؟ يعني رجل الآن أوقفك وأنت متعلم لمسائل القدر المهمة هذه، وقد أقررت بأن الله خلق خلقا فيه شر، فجاءك رجل من العوام وهذا كثير يوقفك وأنت الأخ الملتزم طالب العلم فيقول لك أرأيت الزنا؟ أرأيت القتل؟ أرأيت التشريد؟ أرأيت الإبعاد؟ أرأيت قتل المسلمين في فلسطين؟ أرأيت الانفجارات في كل مكان؟ أرأيت هذه الشرور؟ أخلقها الله؟ الله يخلق هذه الشرور؟ كيف ستجيب؟ الإجابة تجيبون أنتم؟ أنا أقول الإجابة في ذلك، نقول سنقر بهذا لكن بقيد وشرط، أنه على التقييد لا على الإطلاق، أو نقول لا على التضمين وليس على التصريح. يعني لنا أمور ثلاثة نقر فيها بأن الله خلق الشر. أولا نجعله أو نجعل هذه الشرور تندرج تحت الأصل العام. إذا سألك خلق الله الزنا، خلق الله هذا القتل، خلق الله السرقة، خلق الفحش من الكلام، قل الله خالق كل شيء. لأن من سوء الأدب أن تقول قد خلق الله الزنا، خلق الله هذا السب، خلق الله هذا الفحش من الكلام، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، مع أن الله خلقه، لكن نقول هذا الشر في المفعول وليس في الفعل، فتدرجه تحت الأصل العام ألا وهو الله خالق كل شيء. الأمر الثاني يمكن لك أيضا أن تجيب بإجابة سديدة بأن تبني هذه المسألة، إما تنسبها لنفسك أو لكسبك أو للإنسان وكسب الإنسان. وهل ننسبها لكسب الإنسان؟ يعني الإنسان هو الذي زنى، الإنسان هو الذي سرق، الإنسان هو الذي قطع، الإنسان هو الذي تكلم بفحش الكلام، ننسب الكلام له؟ ننسبه له؟ يعني ننفي عن الله الذي في علاه وننسبه له؟ لا، ما في تفصيل. قال الله تعالى حاكيا على المؤدب مع ربه، الخلوق مع ربه، الذي يتأدب في كلامه مع ربه وهو الخليل عليه السلام، عليه نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال وإذا مرضت. المرض هذا من الذي خلقه؟ فنسب لنفسه المرض، فنسب لنفسه كسبه، نسبه لنفسه. فيصح أن تقول لا الزاني فلان، السارق فلان. فإذا قال لك خلق الله ذلك، قل الزاني فلان والسارق فلان. هذه الإجابة سديدة أم لا؟ السؤال لكم. قلنا المخرج أن ننسب الشر لله بأن ننسبه على العموم يندرج تحت أصل عام، الله خالق كل شيء. الثاني أن ننسب الشر لفاعله أدبا مع الله، هذا القاعدة الثانية، ننسب الشر لفاعله. نقول الزاني فلان، السارق فلان، الفاحش فلان. عائشة رضي الله عنها أرضاها لما دخل اليهود وقالوا يا رسول الله السام عليه، فقالت عائشة وعليكم السام، ثم قالوا السام عليك مرة ثانية، ثم ثالثا فقالت عائشة وعليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير. لما قالت ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قد رددنا عليهم، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. يبقى نسب السب لمن؟ للمكلف. فلك أن تخرج من ذلك وتنسب الشر لفاعله. لكن هل هذا على الإطلاق؟ أنا خلاص بينت القاعدة، هل هذا على الإطلاق؟ السؤال لكم أنتم، هل هذا على الإطلاق؟ لأنه مرتبط بالأسبوع الماضي، السؤال غير واضح. سألك سائل خلق الله الشر، قلنا لا، لك أن تقر بقاعدة أولى، الأولى أن يندرج تحت أصل عام الله خالق كل شيء، الثانية أن تنسب الشر لفاعله. لكن بعدما قررنا هذه القاعدة، السؤال لكم أنتم، هل هذا على الإطلاق؟ وإذا مرضت، صحيح مش ده الدليل عندنا نسب الشر لنفسه ولا لا؟ ونسب المرض مع أنه هو أصلا ما أمرض نفسه ولا يملك المرض لنفسه. قال وإذا مرضت، هذا من الأدب معه. لكن نقول قول إبراهيم وإذا مرضت، هل أستقي منه عموم وإطلاق أننا ننسب الشر لفاعله بإطلاق؟ ده السؤال.
ينسب الشر لفاعله بإطلاق؟ احنا قلنا أولا لك أن تنسب الشر إلى الله تحت قاعدة عامة بأن يندرج تحت العموم، كما تكلمنا في الأسماء والصفات. احنا قلنا في الأسماء والصفات عندما تتكلم عن صفات الكمال ماذا يحدث منك؟ بالتفصيل تقول الله خالق، الله رازق، الله معطي، الله يحب، الله ينزل، الله، تقول بصفات الكمال بالتفصيل. وقلنا بالصفات السلبية، دي الصفات الثبوتية، الصفات السلبية اللي هي صفات النقص ماذا تفعل؟ الإجمال. قلنا ضرب صاحب الطحاوية مثلا رائعا، قال لو دخل رجل لملك محترم موقر فقال له أنت 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 ما في الكون مثلك، أنت لست بزبال، أنت لست بكناس، أنت لست بزاني، أمك ليست بعاهرة، أبوك ليس بسارق، ماذا سيحدث؟ قال سيقطع رأسه في الحال، لأنه سيء الأدب بهذه الطريق. فنحن قلنا بإجمال يصح أن تقول بأن تنفي عن الله صفات النقص إجمالا. نفس الأمر الشر تنسبه لله جل في علاه، سيندرج تحت القاعدة العامة أو الأصل العام، الله خالق كل شيء. والثاني أن تنسب لفاعل الشر فعل الشر، تنسب له هذا الفعل. لكن وطبعا ده مستقى من قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وأنتم أقررتم بذلك. لكن هل هذا على الإطلاق؟ ده السؤال، هل على الإطلاق أنسب الشر لفاعله على الإطلاق مطلقا؟ ولو كان لا لما؟ ولو كان نعم لما؟ طب السؤال واضح، ليس على الإطلاق. لما؟ لأنه لو كان على الإطلاق لكان كذا، وهذا قول من؟ أحسنت، ولا فض فوق، وهذا الصحيح. يبقى لا يصح على الإطلاق. لما لا يصح على الإطلاق؟ وإيجادا لا فض فوق. أحسنت، يبقى احنا نقول ليس على الإطلاق، نحن ننسبه لفاعله كسبا وننسبه لله خلقا وإيجادا. هذا السؤال اللي أنا أردت إجابته. لكن نقول أنت تخرج من هذه المسألة إذا قيل لك خلق الله الزنا، خلق الله هذا الفحش والتفحش، قل هذا زاني هذا سارق. وإذا أردت التفصيل أقول هذا زاني وليس على الإطلاق، هذا زاني كسبا، ولكن الله جل وعلا تحت الأصل العام خلق كل شيء، يعني خلقا وإيجادا. المخرج الثالث أو الإجابة الثالثة عند نسبة الشر لله جل في علاه أن تبني للمفعول، يعني ما تصرح بنسبة الشر لله. وهذا جاء من الفقهاء الجنون، مش من فقهاء البشر، فقهاء الجن هم الذين علمونا ذلك، ونحن ما علمنا ما عندهم من هذا الفقه العظيم. يبقى لا تستغرب إن رجل يقول لك عندنا فحول من المحدثين في الجنون وعندنا فحول من الفقهاء، الله أقر علمهم. والدليل على ذلك وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ها أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاءوا في الكمالات نسبوها صريحة لله جل في علاه، ولما جاءوا للشرور انظروا الأدب الجم من الجن مع الله جل في علاه، قالوا أريد بهم شرا، ما قالوا أن الله أراد بهم شرا. ولما أتوا على الرشد قالوا أراد بهم ربهم رشدا. فإذا تبني للمفعول أدبا مع الله جل في علاه. يبقى إذن الشر لا ينسب لله جل في علاه مطلقا، والشر في المفعولات. وإذا أردت أن تنسب لله الشر تنسبه إما تحت أصل عام الله خالق كل شيء، أو تنسبه لفاعله وأنت تعتقد أنه كسبا ومن الله خلقا وإجادة، أو تبني للمفعول حتى تكون مؤدبا مع ربك جل في علاه. هذه آخر مسألة في نسبة الشر لله جل في علاه، وهل خلق الله شرا محضا أم لا. هذا التفصيل الذي فصلناه. نختم مسألة أو مسائل المهمة في القدر، الله أعلم بما كانوا عاملين. إننا قد أصلنا أصلا في القدر قبل أسابيع بأن الله قد كتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم على الروايتين، أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة. فالله كتب كل شيء. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسند أحمد قال إن النبي صلى الله خرج ومعه كتاب في يمينه فقال هؤلاء إلى الجنة، قال أولا فرغ ربكم من العباد، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. قال فختم عليهم بأسمائهم وأسماء ذريتهم وأسماء آبائهم، والكتاب الذي في شمال النبي صلى الله قال وهؤلاء في النار ولا أبالي، ختم عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم. فانتهى الأمر، الله أعلم بما كانوا عاملين. فنقول الآن أهل الفترة هل يا ترى هم من الذين كتبهم الله جل في علاه من الناجين أم من المهلكين؟ يعني هل هم من الكفار وسيكونون مع الكفار يوم القيامة، أم هم من المؤمنين وسيكونون مع المؤمنين يوم القيامة؟ هذه بالضبط مثلها مثل أطفال المسلمين وأطفال المشركين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن نحن الآن
بصدد مسألة مهمة، مسألة أهل الفترة. ما حكم أهل الفترة؟ هذه المسألة نابعة عن أصل، فلو تكلمت عن الأصل الإخوة هتضيع، هي أصل المواثيق. فالأولى أدخل في لب المسألة وما أدخلش في التأصيل، لأن التأصيل يعني يحتاج لمن عنده تزيه رجعة. فأنا أدخل في لب المسألة. أهل الفترة على قولين بين أهل العلم قالوا. أهل الفترة طبعا أولا من هم أهل الفترة؟ صور المسألة. أهل الفترة هم الذين فتر عنهم الوحي، يعني انقطع عنهم الوحي، ما أتاهم الوحي، الذين هم بين عيسى مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا بس ننتهي، لأن المسألة دي طويلة أيضا، فننتهي منها وبعدين أتكلم عن المواثيق، لأن المواثيق دي تحتاج، لأن أهل السعودية يرون أن ميثاق الفترة حجة. أهل الفترة هم الذين فتر عنهم الوحي، لم يأتيهم النذير لا الموحى إليه ولا المبلغ عنه. ما معنى قولي لا الموحى إليه ولا المبلغ عنه؟ ولا حواري الرسل الذين تعلموا اللي هم العلماء، هذا معنى أهل الفترة، يعني فطور الوحي لم ينزل الوحي. حكمهم هل هم من المؤمنين؟ هل هم من الكفار؟ ماذا نقول عنهم؟ أقول اختلف العلماء في حكمهم على قولين. قول الأول قول الجمهور أهل العلم، قالوا هذه مسألة شائكة صراحة، قالوا هم في الجنة، أو قالوا ليسوا بمخلدين في النار، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا هذه الآية قاطعة فاصلة في النزاع بأن أهل الفترة ليسوا من أهل النار. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ أعيد عليكم مرة ثانية. قالوا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا إذن أهل الفترة أكيد بالقطع والحسم والحزم ليسوا من أهل النار. وجه الدلالة، قلنا طلبة العلم بتفكر في الأدلة ما تمر عليها هكذا، تستضيء بالدليل، وهذا خير، وفوق منه مرتبة أن يعرف أن يستدل كيف يستدل بهذا الحديث. وين وجه الدلالة؟ ها حتى هنا للغاية. طيب ها، فمفهوم المخالفة إيش هو؟ كلام جيد بس أنا أريد تفصيل. صح، ووجهة النظر صح، نعم، بغاية ليس بشرط، علقه بغاية كما قال الأخ الكريم. مفهوم المخالفة هو وجه الدلالة. إذا قال الله أننا سنعذب إذا جاءت الرسل وبطرت الحجة، إذا مفهوم المخالفة إن لم تأتي الرسل فلا إيه؟ فلا تعذيب، ولهم أيضا الحجة على الله جل في علاه، وسنبين أن الحجة لهم عند الله يوم القيامة إن صح التعبير. الثاني قالوا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل هذه الآية عليكم وليست لكم، لأنهم قد أشركوا بالله فلا يصح لكم دليلا في ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قلنا هذه ليست لكم، هذه للفريق الثاني. قالوا إذن لن نستدل بها، أنا أنشط الإخوة، قالوا لن نستدل بها لكن سنستدل بدليل آخر. قلنا ما هو؟ سورة النساء. قال ولا الذين يموتون وهم كفار، وأنت لا تستطيع أن تقول للكافر أنه كافر إلا إذا جاءته الحجة فكفر بها، كفر والذي جاء بالصدق وصدق به. طب ما جاءه الصدق، لو ما جاءه الصدق ما تستطيع أن تقول أنه كافر، لا تستطيع أن تسمه بأنه من الكفار. قالوا هذه أدلة قاطعة فاصلة في النزاع بأنه لا يمكن أن يعذب الله من لم يرسل له الرسل. قالوا وهناك دليل آخر، قال الله تعالى مبينا الحكمة من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجه دلالة من هذه الآية. قالوا هذه الآية صريحة جدا في أن أهل الفترة ليسوا من أهل النار. كيف ذلك؟ قال الله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الدلالة من هذه الآية على أن أهل الفترة ليسوا من أهل النار بهذه الآية، علق الله الحجة بإرسال، يبقى إن لم يكن هناك رسل فهناك حجة، فلهم الحجة عند الله جل في علاه يوم القيامة. فجاء القوم الذين ينكرون هذا وعلى رأسهم الإمام النووي جهبزا من أهل السنة والجماعة، قالوا لا نوافق بهذا القول، إنه من الضعف بمكان، قد استدللتم بعمومات وسنبين لكم ضعف ذلك، وعندنا الأدلة الخاصة في المسألة تثبت أنه من أهل النار. قلنا هاتوا. قالوا أولا نستعير منكم الأدلة التي استدللتم بها. قال الله تعالى ولا الذين يموتون هم كفار، وهم كفار قد كفروا بلاد الله في علاه. والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الدليل العام. قلنا هذه عمومات أيضا. قالوا سيأتيكم الخصوص. قلنا ما هو؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الرجل في صحيح مسلم فقال له يا رسول الله أين أبي؟
فقال أبي. من أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله. ده كان في عصر موسى عليه السلام صح؟ كان في عصر إيش؟ في عصر الرسالة، في لب عصر الرسالة. لا، كان في عصر فطور الوحي، ده هو مات قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا وحي. فنقول عبد الله كان أبو النبي كان في عصر الفترة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. قالوا هذا دليل فاصل في النزاع. أيضا أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عصر فترة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت قال أن أستغفر قال فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبر أمي فأذن لي، فذهب للقبر فبكى وبكى من حوله. هذا دليل أيضا فاصل في النزاع. يقولون أم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كانت من أهل الفترة، ومع ذلك لم يعذرها الله جل في علاه وجعلها في النار. مفهوم؟ أيضا حديث آخر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عن عبد الله بن زيد بن جدعان. عائشة تتكلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان، تقول يا رسول الله كان يكرم الضيف وكان يصل الرحم يصنع المعروف، فما له عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذه بقى تكون حجة لك أيضا. قال لا، ليس له عند الله من شيء، إنه ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قالوا هذه دلالة أيضا على أن أهل الفترة في النار. قالوا وسنرد على أدلة الجمهور. قلنا رد على أدلة الجمهور. قالوا أما قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا عام في الدنيا وإيش وفي الآخرة، ونحن نقول نفى الله العذاب عنهم في الدنيا لا في الآخرة، لا يعذبهم في الدنيا طالما لم يأتهم رسول. فقالوا هذا خاص بالدنيا دون الآخرة، وعذابهم في الآخرة موجود. فجاء القوم الجمهور قالوا لا، نحافظ على أدلتنا. قال الله تعالى في سورة تبارك أجيبوا هنا الآن، أريد منك الإجابة أكفر عنك ما مضى. سورة تبارك في دليل للجمهور في الآية الخامسة أو السادسة، أنا فاجأتك، ما كان لي أن أفاجئك. ها هو الإشكال لما بينزلوا نار جهنم، ها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، ها قالوا بلى قد جاءنا نذير. طب ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ هم ممكن يقولون لا والله ما لكم دلالة في الآية. نقول لا، ده هنا وجه الدلالة قوي جدا في الآية. السؤال مفهوم؟ أن قالوا كلما بس اقعد بقى، أنا فهمتك الإجابة. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. وين وجه الدلالة من الآية؟ الأخير. أحسن. كلما كل فئة كل طائفة في كل زمان وكل مكان، هذا عموم، يبقى عموم الآية، ما من فئة وما من قبيلة وما من طائفة وما من جن وما من إنس إذا نزل نار جهنم إلا سألهم الخزنة ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا. وقولهم قالوا بلى قاطعة، لأن ما في فترة، ما في شيء اسمه فترة الآن، لأنهم قالوا بلى قد جاءنا نذير، فهذه آية عامة. قالوا أيضا هذه آية عامة في من أرسل إليهم الرسل، آية عامة مراد بها الخصوص في من أرسل إليهم الرسل، ونزاعنا في من لم يرسل إليهم الرسل. فهنا قولان، قول للجمهور قالوا بأن أهل الفترة من أهل الجنة أو هم ليسوا من أهل النار، والقول الثاني هم معذبون من أهل النار. قال النووي انظروا أو انتظروا، سأأتي لكم بدليل آخر، سيرد علينا أنهم لا يعرفون ربهم ولا يعرفون كيف يسجدون ولا يعرفون كيف يصلون، لأن معرفة هذه الشرائع لا تكون إلا برسول. حتى لو قلنا إن التوحيد نقل من إبراهيم عليه السلام، فهم لا يعرفون كيف يوحدون الله جل في علاه. قال النووي لا، عندنا دليلان. الدليل الأول ميثاق الفطرة، ومش هوسع فيه. ميثاق الفطرة، مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل الذرية، أنا وأنت وكل الناس، وقفنا أمام ربنا فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، فشهدوا بربوبية الله جل في علاه. قال فهذا الميثاق حج عليهم. هنا الميثاق حج على أنهم أقروا بربوبية الله، فإذا الشرك في الربوبية لا يقبل منهم سواء بعث الرسول أو لم يبعث الرسول. يبقى هم مطالبون ليس بفروع الشريعة، لكن مطالبون بأصول الشريعة، وهو التوحيد الخالص لله جل في علاه. نقول هذان قولان، فما الراجح من القولين؟
الراجح من القولين التفصيل، أو نقول بالإجمال الراجح من القولين القول الأول قول الجمهور، فإن أهل الفترة ليسوا من أهل النار، والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعموم قول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانته ألم يأتكم نذير، وأيضا عموم قول الله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالحجة مرتبطة ومناطة بالرسل، فقد الرسول لا حجة، وجد الرسول وجدت الحجة، والله لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، ما كان الله ليظلم قوما أبدا حتى يبعث إليهم رسولا يبين لهم طريق القويم طريق النجاة وطريق الهلاك. العمومات هذه تثبت قوة القول الأول. إذا قلنا بأن هذا القول الأول هو القول الراجح، فكيف نرد على هذه الأدلة النارية التي مع النووي وغيره عندما قالوا قال أبي وأبوك في النار أم في النار، وهؤلاء من أهل الفطر، عبد الله بن زيد بن جدعان كان من أهل الفطر، فنقول تعرفون الإجابة؟ طب هات الإجابة شكر. لا خلاص اتركوا بقى، اتركوا الإجابة، دعوا الإجابة لي. الإجابة على ذلك أن نقول أما زمن النبي، لأنهم يستدلون بذلك بأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه هذا الزمن ومنهم المعذبون، وأنتم تقولون الوحي قد انقطع، نقول زمن النبي زمن فترة ولا فترة، ده التقسيم الذي سيريح طالب العلم، زمن النبي زمن فترة ولا فترة، بمعنى أشخاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل البعثة من أهل الفترة، وأشخاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة. الدليل على ذلك آية وحديث، أما الآية فقول الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، ماذا قال الله تعالى بعد هذه الآيات؟ هات الآية الشاهد، لتنذر قوما ها ما أتاهم من نذير من قبلك، يتكلم عن من؟ عن أهل قريش، فهذه آية حجة لنا في قولنا زمن النبي يعني الزمن الذي سبق البعثة زمن لا فترة، لأن الله قال ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، فنفى أن يكون قد أتاهم نذير، فإن لم يأتهم النذير لا بالوحي ولا بالبلاغ فهم من أهل الفترة. يبقى الآية شاهدة الآن على أن زمن السلام ليس زمن فترة. طيب أنت أتيت بقسم آخر وقلت لا زمن النبي زمن فترة أيضا، نقول هذه بحديث يثبت ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، فدخل الكعبة فوجد تصاوير معلقة، هذه التصاوير لمن؟ لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. صوروا إبراهيم إيش؟ يستقسم بالأزلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا محل الشاهد، ماذا قال؟ قال كذبوا والله لقد علموا، وهنا وجه الشاهد، لقد علموا أنه ما استقسم بالأزلام قط. قال قد كذبوا والله لقد علموا، معنى قد علموا أنهم بلغتهم إيش؟ حنيفية إبراهيم، بلغتهم رسالة إبراهيم. يبقى إذن الحديث قال لا والله قد كذبوا يا أهل قريش، قد كذبوا، قد علموا أنه ما استقسم بالأزلام. يبقى عندنا آية تثبت أنه ما أتاهم من نذير، وعندنا حديث يثبت أنهم يعلمون من حنيفية إبراهيم أنهم أتاهم النذير. هذا الذي جعلنا نجمع بين الآية والحديث، لا تعارض بحال من الأحوال، الآية تثبت عدم النذير لأشخاص معينين، والحديث يثبت أن هناك أشخاص علموا دين إبراهيم عليه السلام فلزمهم دين إبراهيم، فلما أشركوا ما كان لهم العذر عند الله جل في علاه. ويوضح لك هذا الجمع جليا حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع لهم الحجة عند الله، وصفهم وصفا دقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، أربع لهم الحجة عند الله جل في علاه، رجل أحمق، ورجل أصم، ورجل هرم، ورجل من أهل الفترة، ورجل من أهل الفترة. فأما الأحمق فيقول ربي جاءني رسولك ولم أعلم عن قوله شيئا، يعني لم أفهم منه شيئا، لم أعقل شيئا، وكان الصغار يضربونني أو يحذفونني بالبعض. وقال الهرم ربي جاءني رسولك ولا أعقل عنه شيئا، هرم يعني إيه؟ وصل للتخريف، أرزل العمر. ويقول الثالث من؟ الأصم. ويقول الأصم جاءني رسولك ولم أسمع شيئا، فكان له الحجة عند الله جل في علاه. وجاء رجل الفترة، الذي فترة عنه الوحي، وجاء رجل الفترة فقال ربي لم يأتيني رسول. يبقى عندنا ثلاثة أصناف، قالوا جاءنا الرسول لكن الحجة، الحجة لم تبلغ، وهذه تجعل طالب العلم يدقق النظر أن المسألة ليست في الرسول فقط، ردا على التكفيريين
لأن التكفير لو قلت له هذا رجل سجد لصنم مثلا أو طاف بالقبر، حتى لنا نأتي بالمعلومة دي من الضرورة، طاف بالقبر نقول القول قول في كفر والفعل فعل كفر حتى نقيم الحجة عليه ونزيل الشبهة. يقول من يقيم الحجة؟ نقول الرسل، قال قد ماتوا الرسل. فهنا الحديث دلالة قوية جدا. أما الأول فقال أقر يا ربي جاء الرسول لكني ما كنت أسمع، ما سمعت. يبقى هذا نفى وجود الرسول ولا نفى إيش؟ نفى الحجة. دي دلالة على أن الحجة هي المهمة الأصالة في هذه المسألة، قيام الحجة سواء أقامها الرسول أو أقامها من ناب عن الرسول. والثاني قال لا رسول أتاني، قال ذلك ولا أقر بوجود الرسول؟ قال جاءني رسولك ولكن لم أعقل عنه شيء. دي دلالة أيضا على إيش؟ يدور مناط المسألة تدور على الحجة. والثالث ماذا قال؟ قال جاءني رسولك أكمله ولم أسمع شيئا، يعني معنى ذلك أنه يقف عند الحجة. الرابع قال ما جاءني الرسول، هذا الرابع وهذه المهمة. الرابع قال ما جاءني الرسول فأنا من أهل الفطر. يبقى ما جاءني الرسول وما أقيمت علي الحجة. وهذا الحديث ظاهر جدا فاصل في النزاع بأن صاحب الفترة له الحجة عند الله. فقال الله تعالى آمرا الأربعة إذا أخذت عليكم المواثيق تقرون أو تسمعون وتطيعون، قالوا سمعنا وأطعنا، فيأمرهم جميعا أن يدخلوا نار جهنم، فإذا دخلوها كانت بردا وسلاما عليهم، وإن لم يدخلوها فهم من أهل النار بقوا فيها والله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى إذن القول الفصل في هذه المسألة أهل الفترة غير معذبين لكنهم مكلفون، لكنهم، والحديث أصلا له أسانيد كثيرة جدا منها طرق ضعيفة وأكثر الطرق صحيحة وحسنة، فالحديث صحيح فضل لا حجة فيه لا كلام فيه. فإذا أهل الفترة مكلفون يوم القيامة غير معذبين ابتداء، سيختبرهم الله جل في علاه ويأمرهم بدخول النار، فإذا دخلوا كانت بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، ثم مآلهم إلى الجنة، وإن عصوا بقوا في النار خالدين فيها لأنهم عصوا الله جل في علاه، وهنا الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث هو الحجة لنا في أن أهل الفترة مكلفون. وأما الأحاديث التي استدلوا بها على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فالإجابة عنها ما سبق وقلنا، زمن النبي قسمان، زمن فترة وزمن لا فترة. زمن فترة بقول الله تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك، هذا إقرار من المليك المقتدر بأنه لم يأتي النذير لهؤلاء، يبقى قوم معينون. وأما أم النبي وأبو النبي وعبد الله بن زيد بن جدعان، هؤلاء قد أتاهم النذير فهم زمن فترة، للأحاديث الكثيرة التي بيناها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله كذبوا ما استقسم إبراهيم الأزلام وقد علموا ذلك. وأيضا ورقة بن نوفل هو حجة دامغة على هؤلاء، على أمثال هؤلاء. يبقى إذن من بلغته الحجة، حجة عيسى أو حجة إبراهيم أو حجة موسى، من بلغته الحجة بدلالة هذا الحديث، من بلغته الحجة فليس من أهل الفطر، ومن لم تبلغه الحجة فهو من أهل الفطر. فهمتم؟ طيب لو فهمتم إجابة السؤال ستدل على ذلك، هل في زمننا هذا بعض الناس ممكن يكونوا من أهل الفترة؟ أجيبوا الآن، واللي هيقول نعم سيأتي بالدليل، واللي سيرفض أيضا سيأتي بالدليل. انتشار الإسلام في كل مكان، هل هناك قوم ممكن أن يقال عنهم أهل فترة؟ يعني سيكلفون يوم القيامة في زمننا هذا بعد موت النبي وقال هو خاتم النبيين؟ نعم نعم أنت ترى ذلك، نعم ماشي، في حد يوافقه؟ ده بالإجماع توافقونه؟ في أحد في هذا الزمان من أهل الفترة؟ طب دلل على ذلك شيخ، نريد الدليل على هذا الكلام. العبرة بوجود الحجة، ما دليلك على أن العبرة الحجة وليس العبرة الرسول، مع أن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ كيف فين؟ أيوة إيش الأربعة؟ أقروا بوجود الرسول ونفوا وجود الحجة، فدل ذلك على أن مناط الحكم بإيش؟ بوجود الحج. ففي أمريكا نفسها لو لم يصل الإسلام الصحيح فهم من أهل الفترة وهم مكلفون يوم القيامة، وفي غيرها من الأماكن إن لم يصل إليهم الحجة فهم من أهل الفترة. فجاء المعترضون فقالوا نقبل قولكم لكن لا نقبل هذا الدليل، أولا لنا اعتراضات على هذه الأدلة أو هذا الحديث بالذات، إن أجبتم عن هذه الاعتراضات سلمنا لكم كل شيء. قلنا ما هي الاعتراضات؟ قالوا حديث الأربعة الذين يحتجون على الله يوم القيامة، الاعتراض الأول
هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة. هذه أولا. الاعتراض الثاني، يلزم من قولكم بصحة هذا الحديث أن دار الآخرة تكون دار، يلزم من قول من الحديث دار تكليف، والصحيح بالتأصيل العام الشرعي أن دار الآخرة دار جزاء وليس دار تكليف، صح ولا غلط؟ غلط. التأصيل العام دار الآخرة دار تكليف، والله ما فيها، أقسم بالله دار الآخرة ما فيها تكليف. الدار الآخرة فيها تكليف؟ دخل رجل الجنة، رأيت رجلا في الجنة كلف بشيء؟ يبقى الأصل أن الدار الآخرة لا تكليف فيها. قالوا يلزمكم بأن تقولوا دار الآخرة أن فيها تكليف، وأنتم توافقوننا على أن الدار الآخرة لا تكليف فيها. هذا الاعتراض الثاني، وهي أهم اعتراضاتهم. هذه أهم اعتراضاتهم. فنجيب أولا على الاعتراض الأول والثاني. الاعتراض الأول، الحديث صحيح ليس فيه ثمة مدخل. الاعتراض ليس فيه ثمة مدخل لأن الحديث صحيح كالشمس. أما الاعتراض الثاني فنقول، من قال لكم أنهم سيكلفون في الدار الآخرة؟ سيكلفون في عرصات يوم القيامة وليست في الدار الآخرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار فلا تكليف، لكن هذه على العرصات، وعندنا أدلة كثيرة اللي قالها الأخ الآن بأنه في العرصات يكلفون. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين، يكون الناس أصنافا، صنف يعبدون الشمس فتأتي الشمس ويكورون في نار جهنم بها، وصنف يعبدون القمر فيأتي القمر ويكورون خلفه في النار، ثم صنف يقفون من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب، فيقول الله جل في علاه، من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عيسى، فيقول كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيمثل لهم جن بصورة عيسى فيسقط فيتساقطون خلفهم، وأيضا الذين يعبدون عزير بنفس القول، فيظهر لهم الجن بصورة عزير فيسقط ويتسقطون خلفهم، وما يبقى إلا هذه الأمة فيها المؤمنون الصالحون وفيها المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا على صورة لا يعرفونه بها، فيقول من تنتظرون؟ تركتم الناس؟ قالوا تركناهم في الدنيا ونحن أحوج ما نكون لهم، ألا نتركهم في هذه اللحظات؟ فقال من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال أنا ربكم؟ قالوا نعوذ بالله منك، لست بربنا. يخاطبون الله، أتاهم في صورة على غير الصورة التي يعرفونها، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه سبحانه جل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين المخلصين الذين يسجدون إخلاصا لله جل في علاه، فيسجد عندما يرى يكشف الخلاق العليم عن ساقه، يسجد كل مخلص لربه جل في علاه سجودا تذللا وتضرعا لربه جل في علاه، فيسجد كل مخلص، وأما المنافق يستدرجه الله من حيث لا يعلم، وأما المنافق يرجع ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد، كلما أراد السجود انقلب على ظهره، فهذه أيضا في عرصات يوم القيامة. قالوا إذن التكليف ليس في دار الآخرة في العرصات. قلنا نعم، إذن التكليف في العرصات، وفي العرصات وهو يحاسبهم جل في علاه يكلفهم، ادخلوا النار، فإذا دخلوا كانت بردا وسلاما، فيكون مآلهم إلى الجنة، فدخلوا الدار الآخرة فلا تكليف عندما يدخلون الدار الآخرة، فيكون هذا الاعتراض اعتراض منتفي وليس بصحيح. قالوا عندنا اعتراض أخير، سلمنا لكم فيما قلتم كله، لكن اعتراض أخير، لأن دخول النار بما فيها من أجيج، وهذه النار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، تكليف بما لا يطاق وتكليف بما ليس في الوسع، وقد قال الله تعالى مقررا قاعدة عامة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإذا هو إذا كلفهم بدخول النار قد كلفهم بما لا يطيقون. كيف نجيب عن هذا الأكل؟ صراحة الاعتراض ده اعتراض قوي جدا. لا ما جاوبت، ما يهم، كوني بردا وسلامة، هم مش عارفين ان هي بردا وسلامة. اولا هم لهم مقدمة ونتيجة، قالوا المقدمة هذا تكليف بما لا يطاق، النتيجة حرام، ما يصح، كلامكم غلط، لان الله لا يكلف الا بما يطاق، فانتم ان اردتم هدم ما عندهم اهدموا المقدمة فالنتيجة تهدم معها. انا بتكلم في الرياضيات، فالحمد لله ان انا داخل على كتاب تاني، لأن أنا قلت القدر مسائل مهمة وشديدة على الإخوة، أنا أعرف ذلك، ولذلك أنا قلت حنتقي منها المسائل، مش كل المسائل. هذا اعتراض قوي، قالوا إذن كلفهم الله بما لا يطيقون، وهذه مقدمة، النتيجة أن هذا الكلام خطأ، وإذن الحديث يخالف القرآن فلا يؤخذ بهذا الحديث، لأن الله قال صريحا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنتم تقولون سيكلفهم بما لا وسع لهم به ولا طاقة لهم به، اهدموا المقدمة تنهدم النتيجة.
أحسنت ولا فض فوق، لكن ما الدليل؟ هذا الصحيح. نقول نعم، إذا أمرهم أن يدخلوا نار جهنم في الدنيا هذا ليس بوسعهم، لكن في عرصات يوم القيامة وتسلسل النار وتأتي والله جل وعلا يأمرهم، فإننا عندنا يقين بأن الله لا يأمر إلا بالمستطاع. فنقول هو قد أمرهم بما في وسعهم، والدلالة على ذلك نعم دي نظرية. أنا أريد الأول الأدلة على ما قاعد وبعدين الوجهة الثانية في الإجابة. الصراط، أحسنت، كيف الصراط يا أخي؟ يقول الصراط أيضا دليل على أن الله يكلف بالمستطاع. عندما يعرف أهل الجنة منازلهم في الجنة كيف يدخلون الجنة؟ لابد أن، وهذا تكليف لهم ولا ليس بتكليف؟ طيب الصراط ما وصفه؟ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد وأدق من الشعر. فترى رجلا، وعلى متن جهنم، ترى رجلا يسير على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف ليدخل الجنة، أيستطيع المرء ذلك؟ ها لا، لا تقول لا، قل في الدنيا لا، لكن في الآخرة قد قواهم الله على ذلك. يبقى إذن هذا التكليف نحن نرفض المقدمة، وأن الله لم يكلفهم بما لا يستطيعون بل كلفهم بما يستطيعون، والدلال على ذلك أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بالمرور على الصراط الذي هو أدق من الشعر وهو أحد من السيف. إذا تهدمت هذه القاعدة تتهدم النتيجة، ونقول بأن الله جل في علاه أعلم بهم وأعلم بمن يسمع ويطيع وأعلم بمن يخالف، فيأمرهم بالدخول للنار، فإذا سمعوا وأطاعوا كانت بردا وسلاما، ثم بعد ذلك دخلوا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى إذن أهل الفترة، نقول أهل الفترة كلهم مكلفون، صح ولا خطأ؟ إيش هو التفصيل؟ لا، نقول أهل الفترة هم الذين فطر عنهم الوحي، وهم قسمان، ده التفصيل لازم تحفظه. أهل الفترة هم الذين فطر عنهم الوحي وهم قسمان، قسم بلغتهم حجة نبي سابق وقسم لم تبلغهم حجة نبي سابق. فالذين بلغتهم حجة نبي سابق في النار بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أنها في النار استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن زيد بن جدعان هو في النار ليس له شيء لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هؤلاء بلغتهم الحجة. والنوع الثاني لم تبلغهم الحجة، فهؤلاء مكلفون يوم القيامة، يكلفون بدخول النار، فإذا دخلوها كانت بردا وسلاما، ثم مآلهم إلى الجنان. وهذه آخر مسألة كنا سنتكلم فيها في مسائل مهمة في القضاء والقدر، والحق بذلك أطفال المشركين، الراجح فيها أطفال المسلمين وأطفال المشركين إذا ماتوا فهم في الجنة. ولست بصدد التفصيل الآن في الخلاف العريض بين العلماء، لكن أقول الدليل لأن الخلاف هين في المسلمين لكن في المشركين خلاف عريض، أقول الراجح في ذلك أن أطفال المشركين وأطفال المسلمين في الجنة، خدم لأهل الجنة. والدليل على ذلك حديث الإسراء عندما أسرى بن سلم وعرج به إلى السماء، رأى إبراهيم يسند ظهره إلى البيت المعمور وحوله الأطفال، فسألوه أطفال المسلمين والمشركين؟ قال نعم. فحوله في الجنة أطفال المشركين وأطفال المسلمين، وهذه دلالة واضحة جدا فاصلة في النزاع بأن أطفال المسلمين والمشركين في الجنة. هذه الإجابة لنرد على من استدل بقول الله تعالى الله أعلم بما كانوا عاملين.